متابعينا الكرام نتواصل بتواصل اشواطنا وشوطنا السادس عشر يضم في طيات هذه الاسماء من الابكار الحقائق 3 كيلومترات هي مسافتنا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام صداره هذا الشوط والمركز الاول والقياده الاولى هنا ايضا شعار سالم او سهيل بن سالم بن متعب العفاري يتواصل في هذه اللحظات مع الظبي وسهيل بن سالم بن متعب بن سعيد العفاري بينما الوصول في هذه اللحظات والقدوم متابعينا الكرام من شعار سعيد بن سالم بن قناص العامري يقدم له بيبه في هذا المسار بينما ثالث الاسماء هناك القدوم في هذه اللحظات هناك من ارتواز وحميد بن حمد بن راشد ايضا الزرعي يتواصل في هذه اللحظات يقدم لنا ارتواز في هذا المسار بينما هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظات والتواصل مشاهدينا الأعزاء ياتي في هذه اللحظات مع الظبي راشد بن حمد بن جمعة الحكماني بينما هناك الوصول والانضمام في هذه اللحظات والقدوم مشاهدينا الأعزاء على خامس الأسماء يتواصل في هذه اللحظات ويتقدم مع مصيحة الدحبة بن حمد بن دليل بلوع العامري بينما سادس الأسماء هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظات أيضا من دمعة لسهيل بن مخيد بن ناصب النوبي العامري يتواصل في هذه اللحظات بينما هناك القدوم الآخر في هذه اللحظات من راهية وسعيد بن سالم بن لخن العفاري يتواصل بانطلاقاته تحدياته ومنافساته الرائعة والجميلة بينما هنا الدخول والتواصل من جبارة لمحمد بن سعيد بالحطم العامري يتواصل هنا شعار بالحطم من خلال هذا التحدي وهناك الوصول القدوم من خصام لسعيد بن محمد بن حليس العفاري قادم مع خصام في هذا المسار على تاسع الأسماء ناخذ المركز العاشر هناك أيضا متابعين الأعزاء ياتي شعار عبد الله بن سعيد بن حمد العرياني يقدم لنا أيضا قمرية في هذا المسار عودة إلى الصدارة الأولى وعودة متابعينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط الله هناك الظبي الظبي من بداية الانطلاقة وحتى هذه اللحظة على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول وسهيل بن سالم بن متعب العفاري هناك على الصدارة بينما هنا الظبي يتقدم راشد بن حمد بن جمعة الحكماني على ثاني الأسماء هنا بالحطم يصل في هذه اللحظات يقدم لنا جبارة جبارة بالحطم قادمة وهناك بالرملي قادم في هذه اللحظات يتواصل مع وضحة ولكن هنا الظبي ما شاء الله تبارك الرحمن سهيل بن سالم بن متعب العفاري تهانينا والناموس المركز الثاني كانت جبارة محمد بن سعيد بن حاتم العامري ثالث الأسماء
المركز الثالث وصل متابعينا الكرام هناك أيضا مع وضحى سعيد بن رملي بن محمد بن مطر العامري. عودتنا بالتهنئة والناموس لمالك الظبي سهيل بن سالم بن متعب بن سعيد العفاري من قدم لنا الظبي في هذا الشوط. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني كان أيضا 4 دقائق و31 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس.